بسبب ضغوط الحياة الزوجية عندها مشاكل مع زوجها، فأدت بها إلى أن محاولات للانتحار. خلونا نشوف. أهلا بك يا مازن، اليوم محافظة كربلاء راح ننقل لك قصة غريبة عن الانتحار داخل هذه المحافظة ومجتمع قبلي. عايشة هذه الامرأة اللي هي موجودة أمامي الآن بمجتمع عشائري ما يتقبل موضوع أنه امرأة تطلق أو امرأة تحصل على حقوقها أو الاحترام اللي هي من المفترض تحصل عليه بحياتها الزوجية. خلينا نسمع القصة منها حتى تكونون أنتم أمام الأمر الواقع. شنو المشكلة اللي صارت اللي يعني دعت بيك أنه تنتحرين يعني؟ هو زوجي ما يحترمني ويغلط علي ويضربني، يعني من بداية زواجي لحد الآن. يعني ورا 3 أشهر من المعاملة السيئة أنا قلت خلاص ما أقدر أتحمل، فقررت أنتحر. بس قبل هذا الموضوع يعني أنا حكيت لأهلي، لأمي قالت لي ما عندنا طلاق، ما عندنا مرة تطلق، إحنا ناس بابة عرب، عيب أبوك يكتلك بس تحكين هيك قدامه. فما تقبلوا الوضع، أنا بعد ما قدرت أتحمل. يعني شلون كانت معاملة زوجك؟ شلون كانت معاملته لك يعني حتى وصل بيك لهذه المرحلة؟ يغلط علي ويضربني بكل مكان، ما يعني حتى لو يمنا ناس يمنا خطار ما عنده، يعني لازم يغلط علي. قاعد يم أصدقائه يقولهم تكرمون الحرمة مالتي. يعني يستعر يقول اسمك أو زوجتي يقول تكرمون. مو بس يستعر من هذا الشيء، لا يعني بالسيارة يقعدني لي ورا. يعني شنو السيارة هذه؟ البي كم قصدك قاعدك لي ورا بيها؟ ليش؟ ما يقبل أقعد لي قدام، يستعر مني. وبعدها شنو صار؟ بعدها يعني أنا ورا 3 أشهر قلت لك أنا قررت أنتحر. جبت شريط شربته كله. وراها ما حسيت إلا نفسي أنا بالمستشفى. فتحت عيني لقيته هو قبالي وأمي غلط علي وراح بعد ما شفته. فتعبت يعني، أنا هسه جاي أحكي وياك وهو ما يدري، حتى من أهلي ما يدرون، بس أمي تدري، لأن تدري يعني يكتلون. يعني مازن هذا ما قدرت أنقل لك إياه، يعني هي بصعوبة متواجدة ويانا، يعني قوة يعني قدرنا نحصلها بصراحة لأنه كانت عندها مشاكل. أرجع لك للاستوديو والتعليقات.